أشكركم جميعا على هذا التفاعل وعلى هذا الحضور المبارك، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الندوة بداية أو باكورة لعمل مشترك للهيئات الرقابية الشرعية في جيبوتي وهرجيسة والبنوك العاملة جميعا رسميا وقطاعا خاص، بما يحقق دفع العملية التوعوية بالمصرفية الإسلامية إلى الأمام. ونحن في بنك سبا الأفريقي حريصون كل الحرص على ترسيخ تجربة آمنة صحيحة متسقة مع الشرع، يعني حريصون على أن نسير بالمجتمع إلى وعي مصرفي متكامل. ولا أكون مبالغ إذا قلت بأنه اليوم جيبوتي وبعدها الآن هرجيسة في الطريق، مع أن هرجيسة القطاع كلها إسلامي، لكن كتنظيم لبنوك وكتشريع وكأشياء سبقت جيبوتي. وكوجود جيبوتي وهرجيسة أو جيبوتي بالذات اليوم نحن مثار يعني دعاوي كثير من دول أفريقية من أجل تعالوا عندنا نفتح فرع إسلامي أو بنك إسلامي، تعالوا نقول التجربة الإسلامية. لذلك نريد أن نرسخ تجربة راسخة في مجال الصرف الإسلامية في جيبوتي، وتنطلق حتى تدعم جميع أفريقيا إن شاء الله عز وجل. وهذه واجبنا وهذه دعوة الرسل، أنتم دعاء وأنتم ورثة الأنبياء يا إخوانا المشايخ، ونحن معكم تلاميذكم، ويعني على الميدان نعمل لتنفيذ ما أنتم يعني تؤطروه لنا من أحكام شرعية حتى تتسق مع حاجة الناس، تخرجهم من ظلمة الربا إلى يعني حلال الله عز وجل في البيع والشراء والتجارة.